السلام عليكم. طبعا في هذا الفيديو راح ندرس عن HTML باراجراف. اذا شلون انا ممكن اخلي مجموعه باراجراف داخل الموقع؟ قلنا انه نستخدم تاج البي بهذا الشكل. اغلق تاج البي داخله اخلي الباراجراف اللي اريده. مثلا خلينا ناخذ اي باراجراف من النت. اكو موقع طبعا جدا جميل اسمه لورن ابسون بهذا الشكل اتوقع. طبعا هذا الموقع ينطيني مجموعة باراجراف. خلي اخذ هذا الباراجراف ولا كنترول سي. تمام هنا كنترول في. تمام لو اجي انفذ رفرش راح الاحظ ان الباراجراف ظهر لي هذا الصورة. سبب انه هنا الباراجراف لم ينزل سطر، مفروض اقول له هنا بي ار رفرش مرة ثانية راح ينزل سطر. ممكن اخلي خاصية فونت سايز بالنسبة للباراجراف. اي نعم راح اسوي له ستايل فونت سايز هذا الشكل. فونت سايز تمام راح اخليه مثلا 26 بكسل. اجي اسوي له رفرش لاحظ انه ظهر لي 26 بكسل. لو نلاحظ هنا مجرد ما اغير حجم المتصفح راح يتغير حجم النص ملائمة مع المتصفح. لو اخليه بهذا الشكل راح يتغير، ولو اخليه بهذا الشكل راح يظهر لي حجم اخر. طبعا هذا بالنسبة لكيفية كتابة الباراجراف داخل الموقع. وايضا ممكن اغير اسم هذا الحجم هذا الباراجراف. طبعا ممكن اغير لون الكتابة من خلال خاصية الستايل. مجرد ما اقول له color على سبيل المثال اقول له براون. لو رحنا اسوي له رفرش لاحظ انه صار براون. ممكن اختار لون اوضح، اخليه ممكن اخضر. تمام اسوي له رفرش ظهر لي باللون الاخضر. هاي كيفية تغيير الوان الباراجراف وكيفية تغيير حجمه. ممكن داخل خاصية الكولر مجرد ما اكتب اللون على سبيل المثال كولر ريد. لو اكتب ريد هذا الشكل اذا راح يظهر لي الخط باللون الاحمر. اتمنى استفاديتوا من هذا الفيديو. اهم شيء انه تطبقوه خطوة بخطوة حتى يتنفذ عندكم وما راح تقدرون تنسوه بالايام المقبلة. اذا ما نفذتوا هذا الكود خطوة خطوة انتو ممكن طبعا تكون الاكواد هنا عادي. انا ممكن اخذ الكود جاهز مو مهم، بس لكن بالمستقبل راح ينسي هذا الكود، راح تنسون مفهوم هذا الكود. فيجب تطبيقه وكتابته باليد. طبعا هنا عندي تاج الباراجراف ايضا ممكن اكتبه بهذا الشكل. اي نعم البي ار اي. لو اجي اخذ هذا كوبي طبعا انا قاعد انفذه بالبداية حتى يظهر لي اول صفحة. قبل ما اسوي رفرش انجلش رفرش. تمام ناخذ اسوي له سيف. خليه يسد الصفحة وارجع افتحها من جديد. هذا عند الموقع. تمام اذا لو لاحظ ظهر لي بهذا الشكل مجرد ما اذكر تاج ال PRE ممكن ايضا يظهر لي بهذا الشكل. طبعا اغلب المواقع تستخدم تاج الباراجراف اللي هو بي كابيتال فقط. اي تاج موجود بلغة ال HTML انا ممكن ان اخليه لنفس
الخواص بالنسبه للتاجات، بالنسبه لحجم الخط والكولر. لو اسوي رفرش لاحظ انه ظهر لي هذا الشكل، وهذا رجع الى حجمه طبيعي لان ازلت منه هذا الخاصيه. اتمنى استفاديتم من هذا الفيديو، شكرا لمتابعتكم.